6 مليارات دولار فقط هي قيمة الأموال المتبقية من حزمة المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا، 6 مليارات دولار من أصل 48، ما يعني أن المساعدات الأمريكية شارفت على الانتهاء. بحلول يوليو المقبل قد تنفد الأموال، هذا ما قاله مسؤول أمريكي رفيع المستوى لصحيفة بوليتيكو الأمريكية. لا يكون مسار إقرار وإنفاق حزمة جديدة سهلاً، إذ يواجه الكونغرس معارضة جمهورية شرسة تطالب بخفض الإنفاق الحكومي على أوكرانيا لمواجهة التحديات المحلية على رأسها التضخم، إلا أن المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا حساسة وضرورية أكثر من أي وقت مضى، خصوصاً أن كييف تتجهز لشن أكبر هجوم مضاد على روسيا. صحيفة بوليتيكو كشفت أن البيت الأبيض يناقش حالياً حزمة مساعدات جديدة تضمن استمرار تدفق الإمدادات إلى أوكرانيا، إلا أنها نقلت عن مسؤول في إدارة بايدن قوله إنه من غير الواضح متى سيتم ذلك، كما أنه من غير الواضح ما قد تكون احتياجات كييف العسكرية أثناء الهجوم المضاد أو بعده، مؤكداً أن واشنطن ملتزمة بدعم أوكرانيا على المدى الطويل. البنتاغون أعلن في وقت سابق عن حزمة مساعدات لكييف تقدر بمليار ومئتي ألف دولار من ضمن 48، ما يترك أوكرانيا أمام مخصصات لا تتعدى 4 مليارات. من جهة أخرى، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المركبات المدرعة الجديدة التي وعدت بها الولايات المتحدة تصل على دفعات فقط، مناقضاً تصريحات الجنرال في القيادة الأوروبية كريستوفر كافولي الذي أخبر الكونغرس الأمريكي أن أوكرانيا تسلمت أكثر من 98% من المركبات القتالية التي طلبتها. تصريحات ووقائع متناقضة لا تترك أوكرانيا فقط أمام خطر انقطاع الإمدادات العسكرية عنها، بل أيضاً أمام خطر عدم تسلم كافة الأسلحة الموعود بها في الحزمة شبه المنتهية.